مشاهدي انفاس بريس، حنا في مقبره الرحمه ومعنا الفنانه كريمه وسط. كيفاش تلقيتي الخبر ديال هرمين ديال المسرح السي عبد الطيف هلال يعني الامس واليوم عبد القادر البداوي؟ اولا شكرا لموقع انفاس، دائما كتكونوا دائما سباقين. تحيه لجميع المواقع وخصوصا الموقع ديالكم انفاس. تلقيت الخبر ولكن تاكدت بانه يعني بلاغ يعني حقيقي، لان اغلبيه الابلغه كذبه على بعض الممثلين كيقولوا راه مات وهذا، لان شفتوني مؤخرا مع عبد اللطيف المنور الله يرحمه وكان جا هاتف قالوا بان راه مات نور الدين بكر. تخلعت وغوتنا هو البلاغ كاذب زعما حشومه هذا الشيء اللي كيوقع، ولا يهدي مخلوق. ربما السيد وصلها لي بواحد الطريقه، قال لي سمعت بان فلان هو خداها بواحد مفهوم اخر وتشاعت والله يهدي مخلوق. واليوم تتاكدت بان البلاغ ديال هذا وفاه الهرم السي عبد اللطيف هلال الله يرحمه ولي برحمه الله، كنبغي نوجه تعازي الحاره للعائله ديالو الصغيره ولدو سفيان، وكنبغي نوجه العائله الكبيره الفنيه اللي افتقدت واحد الهرم اللي كنت كنشرف. انا ما عمري ما اشتغلت معاه، ولكن الاساسيين ديالي اشتغلوا معاه مثلهم الاستاذ ديالي عبد ميلود الحباشي، يعني كان كيعاود لي عليه وكان يعني بالوزن ديالو. شفت الاعمال اللي مؤخرا شفت المسلسل الاخر اللي دار سبالة اللي كان اعطي فيه واحد المجهود كبير الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميعا. شهادة في حق المرحوم عبد القادر البداوي. مدرسة وهرم كبير اللي كنت كنتمنى انني نشتغل معاه، ولو ان يعني في كبر يعني السن وهذا كنقول كنتمنى نخدم مع عبد القادر البداوي، ولكن ما مكتبش، ولكن خدموا معاه الاساسي ديالي اللي انا كنقرا تخرجت من عندهم كيف قلت لكم مره اخرى ميلود الحباشي، اللي كنقول العائله ديالو الصغيره عائله البداوي الفرقة البداوي اللي كنبغي نقول لكم الله يجعل مثواه الجنة، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يصبركم ويصبر العائلة الفنية كاملة، صبر السي عبد الرزاق البداوي ولا عائشة ساجد والعائلة ديال عبد القادر محسن حسنة يعني سمعوا كريمة يعني اللي نسيت السمية ديالو يعذرني. المهم العائلة البداوي كلها وعائلة الحاج عبد اللطيف هلال لله ما اعطى ولله ما اخذ، اللي كنقول هذه دار البقاء كل نفس ذائقه الموت هم السابقون احنا اللاحقون. اللي كنبغي نقول مره الميساج اللي بغيت نوصل فريد خويا، خاصنا نتواصلوا مع بعضياتنا قبل يعني الممات، لان بكي عليا بكي عليا وانا حي ماشي تنموت حكا كان وكان. علاش حنا كاع واخا حنا في هذا يعني حنا في حاله ديال الوباء وهذا يعني الله يحسن على العالم كامل، ولكن كنتواصلوا بالهواتف في المواقع التواصل شوفي يعني كنتواصلوا مع بعضياتنا. علاش ما نتسولوش على بعضياتنا؟ علاش من لا اله الا الله وصافي. اختي كريمه رساله للمسؤولين، يعني خاصهم يرحموا الفنان منين يكون حي، من لا مات غير الله يرحمه. والله يرحمه الله يرحمه واقف دروك نيت الله يرحمه شحال هادي يلاه غادي ترحم الله يرحمه. حتى كيتجمعوا اغلبيه دابا في الجنائز ما بقاش كيجيو كل شيء، كيجيك واحد ولا جوج ممثلين ولا حقا الوباء حقا يعني ما عرفتش ما. ورساله منك المسؤولين عن الحقل الفني، وسولوا على بعضياتهم راه كل شيء غيموت، راه قلت لهم كل نفس ذائقه الموت، راه اليوم عليا وغدا عليك راه الدوام لله والله يهدي ما خلقت الله يهدي ما خلقت. عزاؤنا واحد.